مش ما عندناش رفاهية الابتسام. الشباب لازم يكمل، ولو ناس رأيهم حامدين، ناس رأيهم مدير السيسي، خلاص كل واحد لرأيه، لكن احنا كل الشباب ده شباب قومي عربي نصيري، فلازم خلاف يعني الخلاف لا يفسد للود في القضية، لأن هم الأسباب الأساسية مجتمعين عليها. لأن أنا مش باصص على انتخابات الرئاسة، أنا باصص فيما بعد انتخابات الرئاسة. انتخابات الرئاسة الشعب حسمها إن شاء الله من يوم ما 26 يوليو لما فريق السيسي وقتها نادى الشعب نزل بالملايين، فمحسوب. يعني كان في توقع طبعا بما ان سيد حمدين ناصيري وحضرتك ناصيري، كان في توقع ان حضرتك هتبقى على ايد حمدين. الوضع مختلف، العمليه مش هي العمليه، مش هي العمليه في مصر اللي هي اساس الناصريه، في مصر الوضع اللي احنا فيه بتاع مصر النهارده، يعني الظرف اللي بنمر بيه وظهور السيسي بالموقف وموقفه اللي هو فشل مصر في يوم 3 يوليو، وانه لبى نداء الشعب في 3 يوليو. عارف الموازين، انا النهارده ما بقولش ان حامدين ليه مقصوره ليا وليه مواقف وليه دور وليه هو دور، يعني لسه مش رسمي. باشمهندس،